طيب الشيخ صالح، لماذا الناس في وقتنا الحاضر يعني بدأوا يغالون في هذا الأمر في العزاء والسرادقات وغيرها والاجتماعات؟ بسبب الجهل، والتقليد الأعمى، يقلد بعضهم بعضا وما يجدون توعية من المشايخ ومن العلماء كافية تبين لهم هذه الأمور حتى يتركوها. وإذا بين لهم ولم يقبلوا فولاة الأمور يمنعونهم منها بالسلطة. نعم.